تقييم ما زال ايجابي. حضرتك في اللحظه اللي انت بتكلمني فيها دي حتى دلوقتي حتى هذه اللحظه عدد اللي خدوا التطعيم في مصر ادينا 30,563,571 حاله جرعه جرعه تطعيم، منهم حوالي 20 مليون جرعه اولى، منهم 11,100,380 جرعتين، والمجموع بتاعهم 20 و11 يعني حوالي 31 مليون جرعه التخمين. عدد اللي بيطعموا يوميا يوصلوا الى من 400,000 ل 500,000. مراكز اللقاح اللي بتدي التلقيح 1,393 مركز، ففي مستشفيات، في مستشفيات الجامعيه، في مراكز الشباب، في كل حته في مصر فيها مراكز تطعيم. عندنا كميات كبيره جدا من التطعيم الحمد لله. كام حضرتك جميع انواع الطعوم اللي موجودة في العالم متوفرة الآن في مصر. عددهم قد ايه فندم؟ وفي تدفق، ما انا هقول لحضرتك. اتفضل فندم. في تدفق مستمر للطعوم يا استاذ احمد. نعم. واحنا دي سياسة الحقيقة سياسة ناجحة جدا وسياسة مؤثرة جدا. كنت بتسأل حضرتك على الإجمالي مش كده؟ كميات شوف يا بيه الكميات اللي جات لنا، انا قلت لسيادتك احنا ادينا 30 مليون 31 جرعة. 31 مليون جرعة. نعم. حوالي 20 مليون و11 خدوا. نعم. الجرعتين. نعم. الحقيقة عدد السكيديول بتاع التطعيم، عدد اللقاحات اللي هي تمت الصنع جرعتين للشخص، عندنا وصلنا حتى الآن 72,604,605 جرعة. 72 مليون يا استاذ احمد. 72 مليون. يبقى احنا عندنا لسه كميه كبيره جدا سواء لقاحات تمت الصنع او مواد خام لتصنيع اللقاحات. نعم. المواد الخام لتصنيع اللقاحات عندنا يعني ما يكفي لصناعه 28 مليون جرعه. هايل. البلد دفعت حتى الان حوالي 407 مليون دولار للحصول على هذه اللقاحات. الدفع كمان حوالي 800,000 دولار رسوم شحن. وكميات اللي جات لنا ايضا جزء منها جايه يا نوع من مؤسسه كوفاكس، لكن سيادتك شايف طبعا حجم الاموال التي دفعت لشراء هذه اللقاحات. نعم. كل ده حرص من الدوله عدم ابدا القصور في اي لحظه ان يتوفر الاموال لشراء اللقاحات او الادويه او الادويه الجديده التي قد تساهم في علاج المرض. فالاستعداد لتلقيح او اعطاء اللقاح لاكبر قدر ممكن من المصريين زي ما انت شايف سيادتك كله متاح، يعني عندنا كمان ضعف الكميه قد الكميه اللي اتخذت، في كميه تانية متاحه للمواطنين. طيب سياده الوزير احنا بنتكلم على اكثر من 400 مليون دولار يعني مصر دفعتها لتوفير اللقاحات مش كده؟ اكثر. ايوه ايوه ده الامر. الامر الثاني من نزلنا بالسن من 18 ل 15، هل بدأنا تطعيمهم ولا لسه؟ في فئتين هيتم تطعيمهم دلوقتي. في النقطة دي اللي انت أشرتها سيادتك، انت بتشيل نقط في منتهى الأهمية وانا بشكرك عليها. بشكرك فندم. طلبة الجامعات، انت عارف سيادتك تم تطعيم السادة أعضاء التدريس والسادة العاملين والمساعدين في الجامعات. نعم. وتم تطعيم كل الطلاب. في طلاب دخلوا السنة دي أولى جامعة أقل من 18 سنة هيتم تطعيمهم. وهو تطعيم واحد المتاح حتى الآن لإعطاء هذه الفئة العمرية. بعد كده هيتم تطعيم الطلاب بتاع الثانوية العامة. نعم. اللي هم من 15 ل 18. الفئة العمرية الثانية بقى من 5 ل 11 في بلاد بدأت تطعمهم وهو تطعيم واحد فقط. بتاع شركة فايزر. والجرعة تلت الجرعة بتاع الكبار. ولسه الموضوع ده محتاج دراسة متأنية من حيث الجرعة ظبطها ازاي، هل هي تلت الكمية المتاحة ولا تلت المكونات اللي جوه، هل سيادتك السيفتي او الامان مضمون 100%. حتى في البلاد المنتجة لهذه اللقاحات في ناس مترددة على تطعيم الاطفال. فاحنا هذا لن ينفذ الا بعد ما التأكد والاطمئنان ومن السلامة والامان والجرعة المضبوطة وتوفر هذه اللقاحات
لتوفر الكميات اذا بدانا فعلا في تطعيم هذه الفئه العمريه. هل سيادة الوزير احنا عندنا دلوقتي الاقل من 18 في الجامعات طلاب الثانويه العامه والفئات الاخرى عندما يتم الدراسه الاكلينيكيه والعلميه والفنيه هيعلن عن الفئات المفروض تطعم. احنا بنعمل التحاليل عندنا هنا في مصر هيئه الدواء عشان نطمئن. مفيش دواء ولا لقاح يتداول في السوق ويعطى الا بعد ما يبقى فيه بلد المنشا اعتمد فيها اللي هي بلد المنشا يعني بلد الانتاج. واحنا تاكدنا علميا، احنا اللجنه العلميه المشتركه كانت مجتمع النهارده وانا كنت حاضر فيها اللي هي ما بين وزاره الصحه والجامعات المصريه وزاره التعليم العالي بندرس الادويه، بندرس اللقاحات، بندرس الامان، بندرس الابحاث، وكلنا كل يوم على مدى الساعه بنتاكد من سلامه اللقاحات قبل ما تنزل مصر، سواء دواء او لقاح او مستلزم او اي شيء طبي بيستخدم في الانسان المصري. هل احنا داخلين ان شاء الله في يوم كده اقول مصر عملت لقاح مصر 100% ولا هل في لقاح بيدرس ولما يستكمل الاجراءات؟ يعني مش عايزين نقول الا ما نكون متاكدين ومر بالمراحل اللي انا بقول لسيادتك عليها، مراحل الجزء العلمي والجزء الفني وجزء الامان وجزء التحليل ثم جزء الجوده ثم انتج ونبدا نتكلم فيها. طيب سيادة الوزير، الجرعه الثالثه بعض الدول النهارده حتى اللي ما كملوش اعدادهم بيتكلموا على جرعه ثالثه. احنا في مصر اقتربنا من 40 مليون اللي كان في وعد هيخلصوا او نوصل لهم 40% من الشعب قبل نهايه هذا العام، وقربنا تحديدا ان شاء الله باذن الله نصل الى هذا الحد، نتمنى هذا. وبعد كده هيتم دراسه الفئات اللي هي تاخد اللي هي الجرعه بيسموها معززه او منشطه. وانا من رايي العلمي كنت بتكلم مع الزملاء في هذا النهارده، هو الحقيقه عادة تلقيح. هتقول لي ليه سيادتك؟ لان التطعيم اللي بتاخد سواء الانفلونزا الموسميه او للكورونا ليه مده صلاحيه بيشتغل من 6 لـ9 شهور. يبقى انا بعزز او بضيف او بدي جرعه ثالثه، يعني بنشط حاجه موجوده، لكن هو في الواقع التطعيم بعد هذه الفتره الزمنيه بما محتاج واحد ثاني. فبقى نسميها جرعه ثالثه او جرعه منشطه او جرعه معززه او في رايي انا انه تطعيم ثاني، في الاخر الهدف واحد. طبعا هيدرس ونبدا برضه بالفئات اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي اكثر عرضه للمخاطر، اكثر عرضه للمضاعفات، بحيث نديهم نوع من الوقايه من المرض. سيادة الوزير، الفتره الاخيره لقينا عدد من الادويه بيضاف الى جدول المخدرات، ايه الحكايه دي يا فندم؟ شوف سيادتك، في لجنه عليا في الوزاره دي من زمان مش حاجه جديده. هذه اللجنه مشكله من وزارات الصحه والعدل والداخليه. بتراقب بشده شديده جدا